وانا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده من بدري قوي، قبل القرن ما ينتهي ب80 سنة. 80 سنة يعني نبقى بقى في مساكن الغفير، في فترات الغفير اللي عرفنا يجي لنا يعني. ف 82 سنة. فمن بدري قوي يعني التصنيف بيجي. دوري ابطال افريقيا مثلا له ارقام، الكونفدراليه ليها ارقام، الوصول لدور الثمانيه له ارقام، الوصول لدور قبل النهائي له ارقام، الوصول للمباراه النهائيه وما فزتش بالبطوله له ارقام من بدري قوي، عشان اللت والعجن. انتوا عارفين اللت والعجن يعني، انت يلا عايزين نعيط شويه، يلا نروح نتكلم في اللي فات. ما هو اللي فات ما حدش رصده، ما بيحدش بيرصده بشكل كبير، فعشان كده هتلاقي الناس كتير جدا تقعد تتكلم وخلاص يعني، تمام. والمشكله الكبرى ان انت لو بتتكلم في ارقام او بتتكلم في احصائيات، الناس تطلع تهاجمك في حاجات شخصيه خالص، تقعد تتكلم في حاجات يعني اتهامات او سباب او تهم، اي حاجه، لكن كوره وارقام بتبقى مشكله كبيره. عشان كده الاتحاد الافريقي مشكورا الاتحاد الافريقي بينزل الكلام ده من بدري، من سنه 2000 لحد 2018. علينا وعليكم يعني كل سنه وانتم طيبين يا رب، تمر علينا الايام بسلام كده. الاهلي في المقدمه رقم واحد ب 1608 نقطه. 1608 نقطه. مازيمبي في الترتيب الثاني ب 1330 نقطه. يعني الفرق اللي ما بين الاهلي ومازيمبي قرابه ال 300 نقطه، قرابه ال 300 نقطه تحديدا، يعني تحديدا يعني 300 او تحديدا 278 نقطه، تحديدا 278 نقطه ما بين الاهلي ومازيمبي. وهشرح لكم ليه مازيمبي، هشرح لكم بعد شويه ليه مازيمبي. الترجي الثالث ب 1246 نقطه، 1246 نقطه. النجم الساحلي الرابع 1147 نقطه. الهلال السوداني 873 نقطه. وفاق الصيف يعني نطة كبيرة جدا على فكرة، كان العاشر من فترة قريبة جدا، ممكن يبقى الأسبوع اللي فات ولا اللي قبله، بقى السادس لما وصل للأهلي للدور قبل النهائي أو مع الأهلي في مواجهة الأهلي، بقى السادس ب 822 نقطة. الزمالك كان في المركز السادس على فكرة، بس بعد وفاء الصيف ما وصل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا، بقى الزمالك في المركز السابع برصيد 751 نقطة. 751 نقطة، يعني الفرق ما بين الأهلي والزمالك أكتر من الضعف. لو حسبت 751 و751 هيطلعوا لك كام؟ هيطلعوا لك 1502، يعني أكتر من الضعف ما بين الأهلي والزمالك. افتكروا الكلام ده عشان بعد 82 سنة هتلاقوا أحفادنا بيتخانقوا. أسك الثامن برصيد 717 نقطة. الوداد الرقم 9 برصيد 701 نقطة. الناس تسأل الوداد ليه بعيد كده؟ الوداد أصلاً، الوداد خلي بالكم بس آخر أو بدأ يظهر في الصورة كأبطال، هو بطل طبعاً طول عمره على حاجة، بس كان في التسعينات، لكن في الألفية الثالثة يعني غاب كتير قوي، لحد ما ظهر سنة 2011 بالوصيف في دوري أبطال إفريقيا لما خسر من الترجي 1-0 في النهائي، والسنة اللي فاتت كان البطل يعني. فترتيبه ده جمعه من 3-4 بطولات. السنة اللي فاتت كان مثلاً البطل، السنة دي وصل لدور الثمانية، في 2011 كان الوصيف قدام الترجي. فيتا كلاب ده العاشر، الكونغولي اللي واجه المصري يعني، ب 96 أو 696. في حاجة مهمة جدا يعني هقولها لكم بعدين نرجع للشكل ده يا سمير. المصري يعني بقى في مركز متقدم جدا، وصل للمركز ال 30 المصري، كان يعني عدى مراكز كتير جدا، بس المصري مع حسام حسن يعني حاجة تانية خالص الصراحة، وداهم في مكانة مختلفة خالص من حيث الترتيب الأفريقي أو التواجد الأفريقي. فالمصري كان ترتيبه 132 تقريبا ولا حاجة. بعد وصول المصري السنة اللي فاتت واللي قبلها والسنة دي كمان في الدور الأربعة قبل النهائي في الكونفدرالية، وصل لترتيب متقدم جدا جدا، عدى الإسماعيلي. يعني الإسماعيلي في المركز ال 60، المصري في المركز ال 30 أو ال 32 تقريبا، ال 30 يعني. فالمصري عدى فرق كبيره جدا زي مثلا يعني في المشاركات الافريقيه. طبعا الاسماعيلي في المشاركات الافريقيه اكتر من المصري، لكن المصري بقاله 3 سنين متواجد في الساحه الافريقيه. طيب ليه الاهلي الاول بقى؟ ليه الاهلي الاول وليه مازيمبي الثاني؟ رغم خلي بالكم بس عشان نفس المشكله يعني، العقل يبقى هنا والعقل يبقى هنا واحد، فتلاقي الدنيا سلسه جدا، بسيطه جدا يعني، فما فيهاش اي صعوبه.
لما كان بيتحسب نادي القرن مثلا بيتحسب على مجموعة نقاط، تجمع النقاط يطلع لك رقم، الرقم ده يبقى أكبر من الرقم الثاني بعد ما تجميع نقاطه يبقى خلاص مفيش مشكلة خالص يعني. أوكي، مازيمبي خد دوري أبطال إفريقيا بعد الألفية الثالثة أو في بداية الألفية الثالثة ثلاث مرات. مازيمبي خد 2009 وخد 2010 وخد 2015، ده دوري أبطال إفريقيا بالنسبة لمازيمبي. يبقى بطولة هيت 2009 وبعدين كررها في 2010 وبعدين كسب في 2015، تمام؟ فثلاث بطولات دوري أبطال إفريقيا، وخد السوبر الإفريقي ثلاث مرات برضو، خد السوبر الإفريقي ثلاث مرات، أوكي؟ وخد دوري أو كأس الكونفدرالية يعني مرتين 2016 و2017، فعنده دلوقتي ثمان بطولات. وكان وصيف يعني في 2013 الكونفدراليه لما خسر من الصفاقسي لو تتذكروا، ما من الصفاقسي كان الصفاقسي كسب 2-1 في تونس وتعادل معاه 2-2 في مازيمبي، ويبقى كده كان الصفاقسي لما كان فخر الدين بن يوسف بيلعب في الصفاقسي، والصفاقسي لعب الاهلي في السوبر لو تتذكروا لما الاهلي كسب 3-2 بالاهداف بتاعت جده وعمرو جمال 3-2. فعنده محصله من الالقاب الافريقيه وصلت لثمانيه، ثلاثه دوري ابطال افريقيا، اثنين كونفدراليه، ثلاثه سوبر. فهنا لما تيجي تحسبها بالعقليه بقى بتاعت الحد الافريقي، دي ليها ارقام ودي ليها ارقام ودي ليها ارقام، فبيجمع فوصل للرقم بتاعه ده، الرقم اللي هو 1308، 1308 ده او 1308، 1330 اسف، 1330 ده مازيمبي. طب الاهلي ليه الاهلي وصل للرقم 1608؟ ليه الاهلي وصل للرقم 1608؟ الاهلي وصل للرقم 1608 لانه مع الالفيه الثالثه خد دوري ابطال افريقيا 2001 وخد دوري ابطال افريقيا 2005 وخد دوري ابطال افريقيا 2006 وخد دوري ابطال افريقيا 2008 وخد دوري ابطال افريقيا 2012 وخد دوري ابطال افريقيا 2013، فخد ستة دوري ابطال افريقيا 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 ست، وخد السوبر ست مرات، خد السوبر 2002 وخد السوبر 2006 وخد السوبر 2007 وخد السوبر 2009 وخد السوبر 2013 وخد السوبر 2014، يبقى كده ست بطولات سوبر مع ست دوري ابطال افريقيا بقى 12، وعنده كمان الكونفدراليه، وعنده الكونفدراليه اللي خدها في 2014 من سيوا سبورت اللي حضراتكم متذكرين بتاع هدف عماد متعب. يبقى المحصله النهائيه للبطولات القاريه بالنسبه للاهلي 13 وبالنسبه لمازيمبي 8، بس الاهلي يتفوق على مازيمبي كمان ان هو واخد 6 دوري ابطال افريقيا، مازيمبي واخد 3، يعني الاهلي واخد 6 ومازيمبي واخد 3. الكونفدراليه بقى عند مازيمبي اكتر من الاهلي، الكونفدراليه عند مازيمبي خدها 2016 2017، الاهلي خدها 2014 بس، خدها 2014 بس، الاهلي خدها 6 ديسمبر 2014 خد الكونفدراليه مره واحده بس. فمازيمبي عنده بطوله اكتر من الاهلي في الكونفدراليه، فمحصله مازيمبي جمعت نقاط، فالخطر الاكبر للاهلي او على الاهلي في السنين الجايه كنادي القرن او بطل القرن ال21 هو يعني مازيمبي، لان مازيمبي بيقرب، عنده فلوس كويسه وبيجيب لعيبه كويسه، ولسه كمان متعاقد امبارح مع رقم 25 اللعيب اللي جاب فينا جون في كامبالا سيتي، لعيب كويس على فكره، لعيب كويس مش وحش، فلسه متعاقد معاه امبارح. الترجي يجي بعديه على طول، الترجي فرقه كبيره وفرقه لها تاريخ وتواجد افريقي محترم في العشر سنين 15 سنه اللي فاتوا، فيا بتلاقيها في دور الثمانيه، يا بتلاقيها في الدور الاربعه، يا بتلاقيها في النهائي، واخده البطوله 2011 او اسف خدت البطوله 2011، يعني مازيمبي 9 و10، 2009 2010 والترجي خدها 2011، وصل لنهاية 2012 الترجي بيوصل للأدوار البعيدة جدا في دوري أبطال إفريقيا. ليه الزمالك في المركز السابع؟ مش مؤامرة، هي مش مؤامرة للاتحاد الأفريقي، لا هي مش مؤامرة من الاتحاد الأفريقي، مش مؤامرة على الزمالك. ليه؟ لأن الزمالك في ال 18 سنة اللي فاتوا خد دوري أبطال إفريقيا مرة بهدف على الرجاء المغربي لو تتذكروا الهدف الشهير لدونجا الكرة المصرية تامر عبد الحميد في الوقت ده، كان هدف مؤثر جدا بالتأكيد، وخد بيه الزمالك دوري أبطال إفريقيا وخد برضو السوبر من الوداد تقريبا 4-2 تقريبا، الوداد السوبر الإفريقي، فخد بطولتين وكان وصيف يعني دوري ابطال افريقيا في 2015 لما خسر من
مش 2015 2016 تقريبا 2016 لما خسر من سان داونز 3-0 وكسبه في برج العرب 1-0، لكن كان وصيف، فعنده تواجد على المستوى الافريقي. مره كان البطل في 2002 والسوبر 2003 وكان الوصيف في 2016. ده يعني المحصله بتاعت الزمالك في حته الادوار او البطولات في ال 18 سنه. فعشان كده هتلاقيه تراجع، هو كان السادس، وفاء الصيف كان العاشر، الزمالك بقى السابع برصيد 751 نقطه. يا رب اكون شرحت كويس، ويا رب الدنيا تبقى كويسه وسلسه وبسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه خالص وما فيهاش اي موضوع انتماءات. دي ترتيب نقاط. وزي ما بقول برضو دايما، يعني الموضوع مش عافيه ولا حاجه، ولا موضوع خناقه ولا اي شيء اطلاقا. يعني المصري في المركز 39، اسف انا قلت في المركز 30، المصري في المركز 69.